إيهام منورانا على شاشة قناة دي ام سي. شكرا، ربنا يخليك، ميرسي. بتحبي اكتر يتقال عليكي فنانة كوميدية ولا ما بتحبيش حد يصنفك؟ لا، ما بحبش حد يصنفني، بس هي الناس بتحبني في الكوميديا، فطبعا دي حاجة تسعدني. يعني اشتغلتي على ده الفترة الأخيرة وشفناه في اكتر من عمل، يعني قولي لي بقى ده، يعني طبعا حاجة بتحتاج مجهود وبتحتاج شغل كتير على الشخصيات اللي بتلعبيها، وانا سمعت ان انتي كانت بداياتك كوميدية من خلال مسرحية قدمتيها مع الأستاذ خالد جلال، فكلمينا بقى عن بدايتك وازاي دخلتي عالم الفن اصلا. ده موضوع كبير قوي والله احنا العظيم. عايزين نسمع. اوكي، انا كنت عامله اعلان، اوكي، كان جاب بالصدفه جدا، صدفه البحته. فالاعلان ده عمل بومين جامد جدا، عمل ترند جامد جدا، فانا قدمت بعدها في ورشه استاذ خالد جلال في مركز الابداع. فانا قلت بس ده هو شاف الاعلان فبيكلمني بقى وكده. فطلع ان هو لا شاف الاعلان ولا شاف حاجه، وجابني من صورتي من الابلكيشن بس، ورحت اختبرت ودخلت الورشة. قعدنا تقريبا في الورشة 3 سنين، عملت من خلالها مسرحية سينما مصر. وكنت أول مرة في حياتي يعني أقف على خشبة مسرح أو أعمل عرض مسرحي، فطبعا أستاذ خالد يعني ارجع له الفضل في الكلام ده كله. فمن ساعتها بقى عملت شخصية زينات صدقي في سينما مصر، وجت بقى من هنا، فالناس شافتني وأنا عاملة زينات صدقي، فجت من هنا القصة. نجحت بقى مع الناس والناس كانت حباها قوي، صح؟ دي حقيقة. وبعدين خلاص الناس شافتني في الحتة الكوميدي، فبدأ بعد كده اللي يجي لي كلها حاجات البنت اللي دمها خفيف، او البنت اللي بتلعب لايت، البنت الكوميديانة. وهو حتى استاذ خالد يعني دايما كان يقول لي خليكي في الحتة دي، انت شكلك كويس، يعني شكلك مش كاركتر، شكلك حلو، وتلعبي كوميدي ده مش موجود عندنا في السوق، فانت خليكي في الحتة دي، انت حلوة فيها. طب سمعت بقى ان انت اصلا كنت بتشتغلي مضيف الطيران وعملتي شفت كارير كده فجأة ودخلتي عالم الفن، ازاي بقى خدتي القرار ده؟ ويعني حاجتين مختلفتين تماما عن بعض، عايزين نعرف يعني الصدفة دي جت ازاي؟ اوكي، هي جت الصدفة من الاعلان اللي انا عملته، وكنت ساعتها لسه شغالة في الطيران، وحتى بعدها ايام المسرح برضه كنت شغاله في الطيران، يعني كنت الصبح بطلع رحله وبالليل انزل اعرض العرض المسرحيه. هو انا لسه ما سبتش اكشلي، اوكي. ايوه لسه موجوده يعني. بس يعني واخده اجازه بس. فانا هو مش شفت، هي جت الموضوع جه كده يعني، لما دخلت عند استاذ خالد جلال وبدات اشتغل، وخدت اجازه علشان مواعيد التصوير وكده. بس انا شايفه ان الاثنين شبه بعض على فكره، يعني انا مش شايفه ان في اختلاف فظيع الاثنين ما بينهم. يعني انا مثلا لما بعمل الفيديو بتاع تعليمات السلامه في الطياره، فانا ببقى واقفه قدام الناس برده كلها، قدامي 300 نفر وبعمل لهم تعليمات السلامه، فده كسر عندي حاجز ان انا يعني الرهبه ده حقيقه. يعني يمكن لو كنت مثلت قبل ما ابقى مضيفه كمان كنت هخاف وكان هيبقى عندي رهبه، لكن لما انا مثلت بعد ما بقيت مضيفه ده كسر عندي الرهبه جامده جدا، وان انا بقيت عادي واقف قدام الناس واعمل تعليمات السلامه، فبقيت اقف قدام الكاميرا وامثل. كان حلمك الفن من وانت صغيره ولا كان حلمك تبقي مضيفه طيران؟ لان الحاجتين مختلفين تماما يعني. يعني ازاي قدرتي ان انت، ولا انت اصلا كنت من قبل كده بتحبي تمثلي من وانت صغيره مثلا او في المدرسه او كده؟ هو من وانا صغيره كان نفسي، بس طبعا يعني في البيت وكده ما كانوش موافقين. فانا فجت بعدها يعني انا كان عندي هما الحلمين دول، ان انا يا ابقى مضيفه يا اما ابقى ممثله. فخلاص فاشتغلت على الحلم الباك اب بلان ان انا ابقى مضيفه بس، وفعلا بقيت مضيفه. فجاء بقى التمثيل، جه في النص معاها، فكان لازم يعني اشتغل في حاجه اكتر من حاجه شويه. وما شاء الله حققتي الاثنين يعني. الحمد لله. طيب بالنسبه بقى لتصنيفك في الكوميديا، انا اعتقد ان هو ابتدى معاكي من اول مسلسل العيله دي وانتشاره بشكل كبير، وكنت عامله فيه دور الفتاه المشاكسه بقى المختلفه. كلميني عن الدور ده، والدور ده ناس كتير قوي عجبهم الدور ده جدا وكانت مرتبطه جدا بالدور ده. ايه دعاء؟ كنت كانت شخصيه دعاء دودو. انا كنت شغاله قبلها، كان راجعين يا هوا، فهو ده يعني كان اول حاجه الناس عرفتني عن طريقها قوي، او تعرف ان في حد اسمه. بس اعتقد انه العيله دي كان اكتر ناس، كان ليا مساحه اكبر. بالظبط، كان ليا مساحه اكبر وكنت متشافه اكتر. فمش عارفه. حضرتي للشخصيه دي ازاي؟ لان هي كانت شخصيه يعني تحسيها كده مختلفه وفيها مراحل كتير وتطورات في الشخصيه، كنت يعني عاملاها باتقان يعني، كنت
مبدعه جدا في الدور ده، فاحكي لي بقى جهزتي وشخصيه الدعاء دي اشتغلتي عليها ازاي من اول ما جالك الورق؟ الاول يعني قعدت مع المخرج وعرفت هي تفاصيل الشخصيه ايه وهي بالظبط ايه، اشتغلت عليها. دايما بشوف في الحياه ريفرنسز، يعني اشوف هما بيفكروا ايه او حد شبه، فانا كان في حد قدامي شبه دعاء. طيب انتشار بقى بالنسبه لك، فتره الانتشار بتجيلك اكيد ادوار مختلفه، نسبه الرفض عندك بتكون قد ايه؟ وهل انت شايفه انه في فتره الانتشار ممكن تقبلي اي عمل يتعرض عليكي، ولا بتفكري في حاجات تانية وبتنتقي الاعمال برضو بشكل يعني دقيق زي ما تكوني بيتعرض عليكي مثلا اعمال كتير، وممكن تختاري مثلا من خمسه تختاري مثلا اتنين او واحد، او يعني الموضوع بيمشي معاكي ازاي؟ بص، هو من الاول انا واخده قرار يعمل حاجه حلوه يا ما اعملش، اوكي؟ فلان انا مش عاوزه اعمل حاجه كوميدي وخلاص، لا، انا عاوزه اعمل كاركترز متنوعه باشكال مختلفه بانواع كوميديا مختلفه، كوميديا موقف، كوميديا افيه، كوميديا كاركتر، فانا عاوزه اعمل كده. فبتيجي حاجات لما بلاقي ان هي انا مش هقدم حاجه للدور والدور مش هيقدم حاجه ليا، لا، يبقى قلته، يعني يبقى قلته احسن، يبقى ما اشتغلوش، ان انا مش هقدم له حاجه هو مش هيقدم لي حاجه. فطبعا لازم اشوف الورق كويس واشوف انا هقدر اقدم ايه للدور والدور هيقدم لي ايه، ولازم اشوف مع مين الدور، مع مين ومين الناس اللي معايا. في حاجات كتير قوي بتبقى عامل فيها. انا عارفه ان فتره الانتشار مهمه، بس يعني انا ليا وجهه نظر ان انا يا ابقى منتشره بشكل كويس والناس تشوفني بشكل كويس، لان هي بتبقى تركايه يا تطلع فوق يا تنزل تحت او تفضل زي ما انت، فهي بتبقى حسب انت عاوز ايه. فانا حابه ان انا اعمل حاجه حلوه ومختلفه والناس تشوفني في كاركترات مختلفه، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اختار العمل الكويس او اللي انا هقدر انا اقدم فيه بغض النظر عن المساحه. يعني أنا ممكن أروح أعمل خمس مشاهد في مسلسل 30 حلقة، بس الخمس مشاهد دول يعلموا ومع مين وأنا بعمل إيه وهو هيقدم لي وأنا هقدم له بس. طيب خلينا نبتدي بقى معاكي من مسلسل باب العمارة، على باب العمارة، وكان مسلسل مختلف برضو قدمتي فيه شخصية مختلفة، احكي لي عن الشخصية دي، ويعني قولي لي حضرت لها إزاي وكانت صعبة سهلة، اشتغلتي عليها إزاي؟ دنيا على باب العمارة، لا، هي كانت شخصية صعبة. أول حاجة هما لما كلموني وبعتوا لي الورق بصيت إيه ده، رقاصة؟ إيه ده؟ هما شافوا فيا إيه علشان خاطر يقولوا إن أنا رقاصة؟ إيه ده؟ يعني أنا معظم أدواري وحاجتي ما تديش الإيحاء إن أنا ممكن أعمل رقاصة، فاهم إزاي؟ بس فهما كانوا شايفين حاجة تانية، وبصراحة يعني أنا انبسطت إن في حد شافني في كاركتر مختلف وحاجة مختلفة، إنه يطلعني بره الصندوق من حاجة فمن اللي انا كنت بعمله. بس فاشتغلت عليها، بقيت اقتنع هجيب ريفرنس منين، فبقيت اطلع فيديوهات اشوف الانترفيوز اللي موجوده يعني للراقصين في الكاتيجوري دي، بشوف الانترفيوهات بيتكلموا ازاي، بيقولوا ايه، بيلبسوا ايه، في فرح، في رقاصه، قوم نازله رايحه الفرح عشان اشوف الدنيا عامله ازاي. فلغايه لما وصلت لشخصيه دنيا دي في الاخر، دنيا الظهر بس، وطلعت بقى بالشكل ده. فحاولت ان انا هو بقى كان يعني دور انساني في قالب كوميدي يعني. ف قدرتي يعني تشتغلي على الشخصيه ازاي؟ يعني ازاي بتعملي دور هو في نفس الوقت هيضحك المشاهد وفي نفس الوقت برضو هيتعاطف معاه؟ بص، هو اي كاركتر في الحياه في جانب انساني وفي جانب كوميدي. انا ريهام اهو، اكيد عندي جانب انساني في البيت ما حدش شايفه، فاي كاركتر في الدنيا بيبقى فيه كده وفي كده. انا اصلا انبسطت لما لقيت ان هي عندها خط درامي وفي حاجه لمسه الانسانيات وفي نفس الوقت بتلعب كوميدي، فدي حاجه عندي انا كمان كريهام ان انا اقدم الكاتيجري ده او النموذج ده. بالنسبه لي كان تحدي ان انا اعمل حاجه رقاصه وكوميدي وفي نفس الوقت عندها جانب انساني. عشت الشخصيه، يعني عشت ان انا رقاصه وبشتغل في كباريه وعندي ظروف وعندي بنت وان انا عايزه اصرف على بنتي وما عندهاش اب، فعشت الظروف دي كلها ببقى هي بعيشها في البيت وبعيشها في الشارع، وبقيت مثلا بتكلم مثلا سي مع الدكتور بتاعي تلاقيه بتكلم معاه كده يقول لي بس ما تكمليش انت بتعملي ايه. فبعيش ال كاركتر ان وانا بشتغل فيه انا بعيشه،
بتعامل بطريقتها وبتكلم باسلوبها علشان اقدر اطلع الجانب الانساني اللي فيها. راجعين يا هوا برضو كان دور مختلف. اه وقدمتي فيه شخصيه عزه ابو الهنا وكانت شخصيه برضو مختلفه والناس ارتبطت بيها شويه. احكي لي عنها بقى شويه كده وقولي لي برضو يعني شخصيه انا شايف ان هي برضو من الصعب ان حد يعني يشوفها كتير، يعني شخصيه مش شبه حاجه يعني. فقولي لي عزه ابو الهنا من اقرب الشخصيات لقلبي، يعني انا بحبها حب. بس انت اول ما قلت عزه ابو الهنا انا عينيا ليه معاك كده، انا بحبها جدا الكاركتر ده، وشه حلو عليا، كانت قدم الخير عليا ان الناس عرفتني منه، فانا بحب عزه دي حب بشع. كانت طيبه وكانت بريئه ومختلفه عني، انا مهيبره، انا مهيبره بتكلم عشان كتير كده بقول بسرعه. لك مختلفه يعني، مختلفه دور بصراحة. مختلف تمام. احكي لي بقى يعني عملتي ايه بقى في الشخصيه يعني وسر ارتباطك بيها بالشكل ده؟ انا بحب، معرفش بحبها ليه، بحس ان هي غلبانه، ويمكن بحس ان هي وش السعد عليا، فانا بحب الكاركتر ده، كنت بحبها، بحب اشتغلها. وقعدت عملت لها تسريحه شعر معينه، ونزلت جبت نضارتها وبقيت اشوف لها طريقه كلام. وطبعا لا، المخرج بصراحه استاذ محمد سلامه ساعدني كتير، وهو اللي كانت يعني رؤيته من الاول كانت عزه دي شكلها عامل ازاي، وطلعنا ريفرنسز وطلعنا حاجات علشان خاطر نشتغل على الشخصيه دي. فبقيت ادور على ريفرنسز من الحياه، ناس شبهها، علشان اعرف الناس دي بتتكلم يعني يعني ظروفهم ايه، اجتماعاتهم ايه، بيتكلموا ازاي. بس طبعا لا، لقيت ريفرنس واستاذ محمد سلام. بيساعدك في ده بقى حد من فريق العمل، ولا انت اللي بتبقي واخده الشخصيه من A to Z وتبتدي انت تحطي بقى هتلبس ايه الشخصيه، هتعمل ايه، يعني اوكي دي اختيارات مين بتكون؟ لا، بتبقى طبعا من فريق العمل، بيبقى المخرج طبعا نمبر 1، وطبعا بتنفذ توجيهاته للستايلست وكل الكلام ده. بس الممثل بيحط التاتش بتاعه، سواء برضه في اداء، سواء في لبس، سواء في شخصيه، في طريقه كلام. بس كله طبعا لازم يبقى يعني بتوجيهات المخرج، هو برضه له رؤيه، هو رب العمل، فهو بيبقى له الرؤيه، فانا بعملها بس تبقى بروحي. يعني عزه مثلا انا اللي جبت نظارتها، انا اللي عملت تسريحه شعرها، لكن هو كان عاوزها بالشكل ده. قلت له كده تمام، قال لي كده تمام، قلت له بس اشتغلنا على كده. طيب شخصيه عنبه بقى دي مختلفه خالص، دي بقى مختلفه تماما. انا عشان كده قلت اسالك السؤال ده قبل السؤال ده عشان اجيب حاجتين مختلفتين. يعني كلميني بقى عن شخصيه عنبه، وازاي بقى بعد الادوار اللي انت عملتيها دي اخترتي دور زي دور عنبه؟ هو مبدئيا دور عنبه ما كانش كبير قوي، بس هو كان كاركتر، يعني هو كان كاركتر في قلب المسلسل. وكنت عامله اخت استاذ خالد الصاوي، فانا بالنسبه لي ان انا اعمل اخت استاذ خالد الصاوي دي كانت حاجه كبيره عندي، ان انا همثل معاه وابقى اخته. وكان كاركتر مختلف خالص عن المسلسل كله، يعني عنبه دي في حته كده قاعده مع نفسها. وكانت بتتكلم بلهجه فيومي، وكانت لبسها مختلف، وكانت قاعده في قريه، فده تحدي ازاي بالنسبه بقى لي. تتكلمي فيومي واستعنتي بحد من اصدقائك، عملتي ايه؟ سمعت ان انت كتبتي على السوشيال ميديا كنت بتدوري على حد من الفيوم عشان تتكلمي معاه. وطبعا هي فروقات بسيطه جدا بتكون بين كل محافظه والتانيه، ولكن يعني انت دورتي على حد تشتغلي معاه على الموضوع ده؟ دورت على ناس صحابي، بقيت ادور على ناس من الفيوم، من صحابي من الفيوم. فالمهم لقيت اتنين تلاته، قلت الحمد لله. اكتر حد فيهم بقى كان صاحبي قوي، هو ده اللي بقى اللي اشتغلنا مع بعض. نزلنا وقعدنا، وبقى يقول لي الكلام، يسجله لي فويس المشاهد علشان اسمعها واعرف اقولها، يعني قبل ما اخش اعمل المشهد حاطه السماعه في ودني واقول الكلام بالفويس اللي هو بيقوله لي علشان اعرف اقول الكلام ايه. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم لقائنا مع ضيفتنا النهارده الفنانه الشابه ريهام الشنواني ومنورانا. وهقول لك اسماء مجموعه من الشخصيات والاعمال، وهتقولي لي الشخصيه دي فيها ايه منك وايه احلى مشهد قدمتيه فيها. ماشي تمام. ماشي. عزه ابو الهنا، راجعين يا هوا. ايه؟ هي كانت عزه كده بقى ازاي؟ والله العظيم كانت في شويه يعني عارف كده ايه، ما استعاب شويه كان قليل. انا ساعات بعمل كده، ساعات ما ببقى سرحانه تلاقيني
ايه تلاقيني بعمل كده. احسن مشهد لما عرفت ان جوزها يعني بيخدعها وكده، وكانت بتعيط، وكان يعني انا مشهد ده قريب قوي على قلبي. الصدمه كانت صعبه في الموضوع. ده احسن مشهد. دعاء العيله دي، المشاهد اللي مع القرد كله. والله العظيم انا تعبت من القرد وخدت حقن، والله خدت حقن، خدت 5 حقن عشان عضني. فالمشاهد اللي من القرد. طيب وفيها ايه من شخصيتك دعاء؟ فيها ايه من شخصيتي؟ مش عارفه، بس دعاء لا، هي فيها حاجات من شخصيتي. يعني دعاء مهيبره شويه، انا مهيبره فهي فيها مني. ايوه. طيب عنبة اعمل ايه؟ عنبة لا، عنبة اعمل ايه؟ اكتر مشهد كمان هقول لك. المشهد الاول، اول مشهد عملته مع استاذ خالد الصاوي، بصراحه كنت خايفه وكنت مرعوبه، فده بالنسبه لي مشهد انا بحبه ما اقدرش انساه. عنبة في ايه قريب مني؟ تصدق مش عارفة، بس هحاول أفتكر. مش عارفة والله، يعني ما أعتقدش إن عنبة فيها حاجة مني قوي. افتكرت. يمكن رضا الأم. والله العظيم أنا بحب ماما قوي، وبحبها تبقى راضية عني على طول، فهي عنبة كانت يعني مرتبطة بمامتها وعاوزاها تبقى راضية عنها على طول. طب خلينا نوجه لها تحية من خلال برنامجنا. ربنا يخليك. ودعاء دنيا على باب العمارة. مش عارفه، بس ما اعتقدش ان في حاجه تربطني بدنيا. بس لا، ممكن يعني انا ساعات كتير مثلا ممكن ابقى متضايقه او زعلانه او عندي ظروف وانزل شغلي سواء التمثيل او في الطيران. يمكن دنيا برضو بتروح شغلها في الكباريه فبتنسى. وبتنسى. بتنسى اللي هي مع الاختلاف طبعا يعني، بس يمكن. فولا هاشتاج جوزني. فولا لا، فولا دي مهيبره قوي 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 يعني. مش عارفه بصراحه، ممكن تبقى في ممكن في شقاوتها. فولا في شقاوتها. طب والمشهد؟ المشهد يا ربي، ايه المشهد ايه المشهد ايه المشهد؟ في مشهد بحبه قوي مع امير المصري و اسلام ابراهيم، اللي هو على السلم ده. انا ببقى بسب لامير وعاوزاه يتجوزني، انا بحب المشهد ده قوي. طب نهى الا انا؟ نهى الا انا كله بص يعني بالنسبه لي كان مهم، لان ده اول عمل اقف فيه قدام كاميرا. فبالنسبه لي كله كان مهم. فيها ايه مني؟ مش عارفه، يمكن بتحب الرسم وبتحب هي كانت شغاله في الديكورات وكده، انا بحب الحاجات دي قوي. من خلال الاعمال اللي عملتيها طبعا تعاونتي مع نجوم كتير ونجوم كبار. تحبي تشتغلي مع مين تاني، ومين ما اشتغلتيش معاه تحبي تشتغلي معاه في المستقبل؟ ايه، انا احب اشتغل مع كل الناس تاني. انا كل حد اشتغلت معاه خدت منه حاجه، واكتسبت منه خبره، واكتسبت منه معلومه، وفادني حاجه في التمثيل. فيا ريت طبعا اشتغل معاهم كلهم تاني. طيب يعني مين بقى اللي نفسك تشتغلي معاه الفترة اللي جاية؟ ده ناس كتير قوي. يعني اديلي كده كام البرنامج يسع وقت، انا عندي حاجات كتير قوي. نيسي طبعا مع استاذ احمد مكي، مع استاذ احمد حلمي، مع استاذ كريم عبد العزيز. لا ده انا هعد اعد اعد، ده انت بتتكلم في حاجات كتير قوي. طب لو هقول لك تشاركي مين بطولة فيلم كوميدي، هيكون بطل الفيلم ده؟ مش عارفة، بس شخص واحد. واحد بس؟ لا، ايه السؤال الصعب ده؟ لا لا، يعني اول فيلم تحبي تعمليه مع مين يا ستي؟ اول فيلم، خلينا نمشيها. اول فيلم، اول فيلم ماشي، مع استاذ احمد مكي. فعلا هيعمل كيمياء حلوه معاك واكيد. طيب معانا مجموعه من الاسئله في البوله دي لعبتنا النهارده. اوكي. معانا فيها مجموعه من الاسئله، هنختار بشكل عشوائي ونجاوب على الاسئله اللي في البوله. ماشي، هناخد أختار؟ اول سؤال. اوكي، كان هنعمل كده علشان ايه؟ ايه ده؟ ثلاث اسئله مره واحده. ايه ده؟ ده انا مرزقه قوي. مين صاحب الفضل على ريهام في مشوارها الفني؟ استاذ خالد جلال. شفت بسرعه كده. هو السبب في انك دخلتي عالم الفن. طب توجهي له رساله من خلالنا النهارده؟ طبعا. ميرسي، شكرا جدا يا استاذ خالد. هو ابويا الروحي بصراحه، هو اول من امن بيا واكتشفني واداني على المسرح وقت ومساحه وادوار ان انا اعملها واقدمها للناس. طب ناخد سؤال تاني. اوكي اهو.
مين مثلك الاعلى من الجيل القديم؟ طبعا زينات صدقي اللي انا كنت بعملها في سينما مصر، فهي طبعا مصري طب ممكن الاعلى. تعملي لنا مشهد كده او مشهد تكلمينا بطريقتها او تعملي اي حاجه. لسه امبارح ماما كانت بتقولي في التليفون، بتقولي ايه؟ كانت بتقولي في فيلم اللي هو بتاع اسماعيل ياسين، اللي هي كانت مامتها ماري منيب، ايوه ضريبه هانم، ماشي. فكان ناسيه اسم الفيلم ايه بصراحه. فكانت زينات كانت صغيره، فكانت بتلبس بورنيطه طاقيه وعامله قطتين، وكانت لا عروسه، وكانوا رايحين يجوزوها اسماعيل ياسين، فكان في القطر وكده، فكانت كل شويه تعملهم الله عليك، كانت تقول بابا حاضري بابا، فكانت دايما تعمل كده. بحب الفيلم ده قوي. طب ناخد سؤال. ماشي، اهو السؤال. هوايتك المفضلة؟ تمثيل طبعا. لا الهواية بقى يعني ممكن رياضة معينة، بتمارسي رياضة معينة، بتحبي مثلا تعملي حاجة في حياتك مختلفة، سفر؟ سفر. سفر، بحب السفر جدا، حتى بعيدا عن شغلتي انا في الوقت الفاضي بسافر اي مكان بقى. اخر مكان سافرتي كان ايه؟ اخر حاجه سافرتها كنا في العرض الخاص بتاع فيلم سكر. كنت في دبي والسعوديه، دي اخر حاجه. ناخد سؤال تاني. اوكي، حلوه الاسئله دي. مثل او حكمه بتؤمني بيها؟ مش عارفه، بس ايه المثل؟ والله تصدق انا حافظه امثال كتير، بس مش عارفه ايه دلوقتي. اؤمن بيها يعني حاجه كده يعني بتستخدميها في حياتك اليوميه او بتشوفيها كل يوم قدامك، يعني بشوفها كل يوم قدامي، بتطبقيها في حياتك، او حكمه انت شايفه ان دي يعني بتساعدك في حياتك؟ او والله انا عامه يعني انا ممكن اقول لك مثل، بس انا حافظه امثال كتير قوي، بس ما فيش مثل معين انا يعني بمشي بيه وبحتذي بيه في حياتي. بس انا عامه يعني اكتر حاجه بؤمن بيها اللي هو يعني بسيبها على الله كده، فاهم؟ ف سايبها على ربنا. فهي اتفضل. عجباني اللعبه دي قوي، عاوزه العب فيها كتير. اكتر تعليق عجبك على دور عملتيه؟ هو تعليق وفي نفس الوقت كان كومنت من الناس. هي يمكن حاجه غريبه انا هقولها، بس كان دور عنبه، وكان الناس كتير انتقدتني علشان قالوا لي انت بتقلدي الاستاذ عبله كامل. فالمفروض ده نقد، بس انا بالنسبه لي يعني دي حاجه انا شايفه ان هي مدح والله. ان انا يعني طبعا احنا باختلاف، بس يمكن عشان نفس المدرسه التمثيل التلقائيه، وعشان انا ما بحطش ميك اب والكلام ده كله، فيمكن هم حسوا ان الموضوع فيه ان انا بقلد او في شبه. بس انا بالنسبه لي انا مش شايفه ان ده نقد خالص، فدي اكتر حاجه انا معلمه معايا وبحبها جدا، واحنا بنوجه لها تحيه من خلال برنامجنا يعني. طبعا اتفضلي السؤال اللي بعده. حبيت اللعبه دي قوي. مسلسل كان نفسك تكوني من ابطاله؟ والله حاجات كتير قوي، بس يمكن مثلا مسلسل تحت الوصاية بتاع استاذة منى زكي السنة اللي فاتت، مع ان هو مش كوميدي. كنت حابة بقى تبقي مين في الشخصية؟ مش هبقى مين، المسلسل كان ناجح جدا، فانا كان نفسي اكون اي حاجة في المسلسل. تكوني واحدة من أي حاجة. اتفضلي السؤال اللي بعده. عيب واحد فيكي؟ مترددة. ممكن اقول لك اكتر، عاوز اكتر اقول لك اكتر. مترددة، متوترة، حاجات كتير يعني شايفة قوي. ان التردد ده هو طبعا سلاح ذو حدين، يعني انا بشوفه كده، يعني انه الواحد لما يكون دايما بيفكر اكتر بيتردد في اختياراته. دي حاجة بتكون صحية في وقت من الاوقات، ولكن ساعات بتعطل الواحد. هل هي بالنسبة لك صحية ولا مع التلاقي في بعض اختياراتك في الفترة الأخيرة او في حياتك اليومية او في حياتك العادية؟ لا هي بتتعب دماغي بصراحة، يعني ده عيب بيتعب لي دماغي فعلا، ببقى خلاص تعبانة. التردد ساعات بيبقى صحي زي ما انت بتقول، ساعات كتير ما باخدش قرارات اندفاعية فبتردد فبصبر شوية. فهو أي عيب في الدنيا ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى وحش، بس هو عيب في الآخر يعني. هناخد آخر سؤال. اوكي، سايبة النقي بقى، احنا ناخد الورقة الكبيرة دي. سؤال كبير. لو هتختاري وظيفة بعيدة عن الفن والضيافة، هتختاري تكوني ايه وليه؟ مهندسة ديكور. ليه بقى؟
عشان انا بحب الرسم وعندي هوايه ان انا يعني اوضب الحاجه واشوف الحاجه وتنسيق الالوان وتنسيق الموبيليا. يعني انا مثلا عندي في شقتي انا اللي عاملاها وانا اللي جايبه كل حته وعاملاها وخشب وانا اللي مدقدقه وانا اللي بعمل كل حاجه. لا انا بشتغل حاجات تانية كمان كتير، يعني بشتغل نجار وبتاع والله العظيم شغاله يعني. طيب الفتره اللي جايه بقى بتحضري لايه؟ ايه الخطه بقى بتاعتك الفتره اللي جايه، وايه العمل اللي بتتمني ان هو يتعرض عليكي خلال الفتره الجايه؟ طيب انا هرد الاول على الحته بتاعت اكتر عمل نفسي يتعرض عليا. نفسي اعمل حاجه فيلن قوي، يعني نفسي اخرج شويه بره الكوميديا، عايزه اشوف نفسي وعاوزه اشوف الناس هتتقبلني ازاي وتشوفني ازاي وهيتقبلوني زي الكوميديا ولا لا. فنفسي اعمل حاجه بعيده عن الكوميديا. الاعمال اللي جايه يعني بص، هو انا مش عاوزه اقول حاجه معينه بس ان شاء الله يعني في قدامي كده كذا حاجه لسه بفكر فيهم وبقراهم، وان شاء الله يبقى في حاجه حلوه تعجب الناس. الفنانه ريهام الشنواني شرفتيني ونورتيني، وكانت حلقه جميله استمتعت بيها معاكي. شكرا ليك. هسيبك توجهي كلمه لجمهورك من خلال شاشه قناه دي ام سي. اوكي. شكرا، يعني شكرا على الدعم وشكرا على الثقه وشكرا ان انتوا ادتوني النجاح، و يا رب اشوفهم في اعمال تانيه كتير حلوه وتعجبهم ان شاء الله. شكرا ليكي وشرفتيني ونورتيني، وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه حلقتنا النهارده. استنونا بكره في نفس الميعاد ويوم جديد وحلقه جديده، و8 الصبح ابدا يومك صح.